أقول من ناحية الوضوء للصلاة، كيف يكون وضوئي لها وأنا كما أسلفت الجزء الأكثر من الجسم مشلول، وإذا أردت الاغتسال يكون شاقا علي، وأكثر الأوقات ليس عندي من يحضر لي الماء أو يقوم بغسلي أو توضئتي، وأنا الآن أصلي كما أسلفت بدون وضوء، فأفتوني جزاكم الله كل خير، هل صلاتي صحيحة أم لا، وإلى ماذا ترشدوني؟ إذا كنت تستطيع الوضوء ولو بالإعانة فإنه يجب عليك أن تتوضأ، ولو أن تستعين بمن يحضر لك الماء ويصبه عليك على أعضائك. أما إذا كنت لا تستطيع هذا فيكفي أن تتيمم بالتراب، يعني يحضر عندك تراب طهور، فإذا حان الوقت وأردت أن تصلي وليس عندك من يعينك على الوضوء أو يأتي لك بماء فإنك تتيمم بهذا التراب وتصلي على حسب حالك، الله أعلم. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء دون بعض، فهل يلزمه غسلها مع التيمم؟ نعم، يغسل ما يستطيع ويتيمم عن الباقي. ويتيمم عن الباقي. إذا كان يستطيع غسل بعض الأعضاء ويعجز عن غسل الباقي فإنه يغسل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي. بارك الله فيكم.